سالفتنا اليوم عن مراقبة الأشخاص لك. عمركم شعرتم أنه في أشخاص يراقبونكم، يرصدون كل تحركاتكم، ممكن يكون يراقبوا طريقة كلامكم، مشترياتكم، طريقة حياتك، تربيتك في أولادك، كيف لما تضحكي أو تزعلي، وين اشتغلتي، مع مين طلعتي، من الأخير مو تاركينكم بحالكم. ممكن تكون مراقبتهم غير مضرة ولكن مخترقة لخصوصيتكم، وممكن يكون بيتكلموا عنكم في غيبتكم، وكيف تتعاملوا مع هذه الأشخاص، وهل هم موجودين فعلا في حياتكم؟ شاركوا معنا في سالفتنا من خلال هاشتاج برنامج سيدتي وهاشتاج السالفة وما فيها. كيف حسيت؟ أنا أحس وأنا قاعدة أتكلم أحس في حالة رعب. أنا توترت من مقدمتك روك. يعني شوفي يا أودي، أنا بقول لك شيء، هذا الموضوع شر لا بد منه. صحيح، موجود شئنا أم أبينا، موجود أكيد، سواء على المستوى العائلة، مستوى المجتمع، مستوى الأصدقاء، مستوى الزميلات، كل مجتمع لازم يكون فيه هذه الشخصيات. كنتي ما تدرين، لكن البلاء اللي يجونك ويتدخلون، ليش سويتي وليش حطيتي وليش، تحسين إنه مراقبة، تحسين يعني حتى لدرجة إنك أحيانا ما ودك مثلا تقولين شيء بتتحاسبين عليه، مو بعشان انت مثلا خايفه، بس خص مالك خلق. صح، بس انهم موجودين. انت وش تحسين؟ شوفي، انا احس انه في فئتين منهم. أي؟ في ناس احسهم يعني ودي اقول لهم ترى من راقب الناس ما تهمن. صح، انه بتنغث من كثر ما هي تراقبني، تناظرني وش عندي وش ما عندي وش سويت وش ما سويت. وفي فئه ثانيه من كثر ما هم يحبوني مثلا صديقات مقربات. صح، يقلدوني في كل شيء، كل شيء. هذا اللي احلى، شعرك كيف سويته، اشتريت التعليق الفلاني راح اشتراه، اي شيء، بس هذه انا اعرف داخلها ان محبه لي. بس الفئه الثانيه هذه اللي تنهار وتنغث، هذه ما يبينون لك. لا، حتى مو انه يبينون، حتى تبينه لها تكون بطريقه سب، بطريقه شتم، بطريقه يعني من كثر تحسينها من شايله بقلبها. فهذه ودي اقول لها لا تراقبين ولا تتعبين نفسك، يعني ارحمي نفسك. مراقبه الغيره. ايه؟ قصدك بالضبط. يعني في ناس للامانه ممكن يدخلون حياتك عشان ايش؟ عشان بس يعرفون ايش عندك. صح، يعرفون يعني مو بحبا فيك، ولا هم يبغون يكونوا مثلا جنبك او معاك، بس يبغون يعرفون ها وش سويتي، ها وش حطيتي، ها وين رحتي، ها من هي. تذكرين ذاك اليوم يعني تفاصيل المفروض انكم مثلا ما تسألونها. أحس يعني في بعض الأسئلة عيب إن الواحد يسألها، في بعض يعني تكون واضحة وصريحة وتضايق الشخص اللي. بس أنا أحس المفروض لما أنسأل سؤال أنا ما ودي إنه أنا أجاوب عنه، ما أجاوب. لا، وأحس إني أنا أستحي إني أنا أقول لها لا تسألين ذا السؤال، هذا بحد ذاته عيب فيني أنا. بس لما أنا أحط حد مثلا يعني أكثر سؤال مثلا يجيني، وش اسم زوجك؟ مين زوجك؟ لما انت تقولي لها طب وش تبين؟ غير لما اقول لها ها الف، خلاص نعم. أيه؟ بتزوجونه؟ أيه؟ تبون تناسبونهم؟ ليش السؤال هذا؟ فانت كذا تحرجينهم وتحطين حدود، المره الثانيه ما عاد احد يسأل، يتجرى عليك، ويمكن حتى انه يستحي انه يراقبك، خلاص يحس انك انت مكشوفه. طب تحسين هذه ضريبه الشهره؟ او تحسين ان ضريبه الشهره كثير ناس مثلا يتدخلون في حياتي الشخصيه على المستوى الشخصي، يقولون والله يعني انت شخصيه عامه لنا حق. لا، مالك حق، لا مالك حق. الشيء اللي انا مثلا اطلع اللي انا اشوفه صح مناسب، وما اطلع الشيء اللي اشوفه صح ما هو مناسب، وحياتي الخاصه تخصني انا فقط. ما يعني في اسئله بعد تضايق الواحد، فانا ابغى اعرف انت وش وجهه نظرك. تحسين ان الناس اللي تجي تقول لك والله هذه ضريبه الشهره، هل لهم الحق انهم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني؟ صح، لما انا اتدخل في امور كثيره يعني خاصة بعض الناس يجيبونها من ناحية ثانية، فخاصة تدخل يعني بشيء ما يخصك، لا تسألين، تقبلوا الشيء اللي احنا نعطيكم إياه، واللي ما نعطيكم إياه خلاص سر بيني وبين الناس. راقبوني بالطريقة الحلوة، راقبوني بالطريقة اللي ترفع مني، تزيد من حماس إنه أنا أعطي الشيء المفيد، ولا تراقبوني بالطريقة اللي تخليني أدخل مع نفسي وأضايق مع نفسي إنه يا الله المتى، يا الله أنا صرت أخاف إني أنا أطلع، أخاف إني. لا تبسطون الشخص لهذه المرحلة. طب وش رايك في يعني بدون ذكر اسماء اكيد، لكن في الناس اللي نشوفهم على السوشيال ميديا بشكل عام يدخلون في تفاصيل التفاصيل التفاصيل الممله، وللامانه في بعض الاحيان تكون مثيره للاشمئزاز من كثر ما هي خصوصيه، علاقه مثلا واحده بزوجها،
علاقتها مثلا بعيالها الخاصة، مو الأشياء العامة، الأشياء الديتيلز اللي يعني أنا ما لي علاقة، أنا كمشاهد أنا إيش استفدت من هذا الموضوع؟ لا، ويزعلون لما يجون الناس ينتقدونهم. إيش رأيك في هالفئة؟ أنت اللي أعطيت المجال. لما أنا أعطي الشخص مجال لا أجي أحاسبه بعدين أنه ليش تنتقدني، ليش تقول. أنا من البداية أحط حدود بحيث أنه الواحد ما يتدخل فيني أكثر، ومو لازم يعني حتى لو أنه جاني سؤال مثلا مو لازم أني أنا أحطه بالعلن، ما كأنه جاني سكيب. طب تحسين أنه في بعض الناس يسوون هذا الموضوع يبغون عشان يستفزون يثيرون الجدل؟ كثير بها يعني احنا عارفين ذا المجال وداخلينه، فاحنا عارفين. بسألك على الهواء انا ليش قاعد اضحك؟ لاني اعرف اجابتك. فاحنا عارفينه يعني، فما ليش نستفز؟ خلاص احس عدينا ذا المرحله. عدينا هذه المرحله. طيب احنا عموما سوينا استطلاع ونبغى نعرف اراء الناس في الاستطلاع، واكيد بعد مكملين مشاهدين. الله يكفينا، يعني يقول الله يكفينا شركم يبعدنا عنكم. أي والله، والله سبحانه الرقيب عليكم. والله ما قد حصل لي أحد يتدخل، الله الحمد، في قراراتي، لكن لو حصل يعني أكيد أني ما رح أعطي أي مجال أنه يتدخل، وحتى لو يعني وجد وتدخل يعني أكيد أني بتجاهل تماما. أتجاهلهم بكل اختصار يعني، وإذا زاد حدهم ديك الساعة رديت عليهم. على حسب الشخص والله، إذا كان أبوه أو يعني شخص له السلطة يعني نفس كذا، أما إذا شخص ما أعرفه فيعني أقول له يعني هدي شوي يعني بالعربي. طبعاً وعاملهم بالأمثل، أحسسهم بنفس الإحساس اللي أحس فيه أنا لما يراقبني شخص. نحس بنفس الإحساس. إيه. نحسس بنفس الإحساس. مرة حلوة. موضوع نحسس بنفس الإحساس للأمانة. هذه الخطة القادمة إن شاء الله. الخطة القادمة تراقبني براقبك ها ترى. المشكلة والله العظيم. أنا في كل مرة أقول إذا براقب عرفتي، بس مالي خلق. ما عندي وقت. ما عندنا وقت نهائي. طب وش رأيك؟ وش رأيك باللي قالوا الناس؟ يعني ردة الفعل، في ناس قالوا والله إذا شخص أعرفه كذا، إذا شخص ما أعرفه ممكن أخذ ردة فعل. أنت ممكن تكون ردة فعلك مع الناس مثلا خلينا نقول على مستوى العائلة، الأصدقاء، أسوي نفسي ما سمعت، مختلفة، أسوي نفسي ما سمعت. تسوي نفسك ما سمعتي؟ أيوة والله أسوي نفسي مرة ما سمعت ولا شيء سكيب على طول. والله ما يعني ما شاء الله أحسدك على الأعصاب البارده. خلاص بعد كم، بالأول كنا 24 ساعة عصيها حلمتي وحنا نقعد نصيحة. صح ليش سألت؟ ليش راقبت؟ ليش سوت؟ ليش اشترت؟ ليش حطت؟ ليش تقلدني؟ آخر شيء قررت إنه خلاص كيف تحبني؟ صح أعطيها. ترى هو يعني في ناس عندهم التباس يمكن، ودي فعلًا في ناس تكرهك تتابعك، تكرهك وتشوف شو عندك، شو سويت، تشوف تحركاتك، لا والدم فيك. شوفي إيه؟ انا ما اخذ انها تكرهني، احسها تحبني داخليا بس ما تدري. فهي من فوق كذا، من برا تحس انها هي تكرهني كذا، شعور يعني متلابس بس برضه. لا انا مره اتفق معك للامانه، لكن يعني شوفي في حاجه يمكن انت قلتي بعد انه حلو الواحد يترك اللي ما له يعني، مو عشان شيء، عشان نفسك. والله اتقوا الله في انفسكم يعني احيانا. صح. حتى على المستوى يعني احنا ما نتكلم شخصيات عامه، ما نتكلم سوشيال ميديا، ما نتكلم عسنا، نتكلم حتى مثلا بنات عم، بنات خال، اخوات. صح. زوجها جاب لها وتروح تطاق مع رجلها ورا ما جبت لي، سفرها تروح تطاق، طب ايش دراك؟ يمكن حياتها مصايب لما اللي تحطها في سناب، يمكن هي شاريه لنفسها هديه وكاتبه شكرا زوجي العزيز. اي والله تسوونها ترى البنات كثير. صحيح. فعشان كذا يعني الواحد خلاص خليك في حياتك، ركزي في حياتك، اشتغلي على نفسك، صدقيني حياتك ممكن تكون احلى بمراحل، حياتك ممكن تكون اسعد اجمل، بس انت ما تدرين، انت كل تركيزك تصحين تنامين على ذا الجوال تشوفين فلانه وش حطت وش سوت. فحلو الواحد يركز على سعادته. حلو الواحد يكون عنده قناعة، خليك سعيدة. صح. وقناعة، قناعة هذه لازم حتى تنمونها في عيالكم، أنه يكون شخص قنوع، طفل قنوع، لأنه أنت ما تدرين بكرة أنت باقيت له ولا لا، أنت دائمة له ولا لا. فحرام التعبين نفسية طفلك. اشترى ولد فلان، بشتري لولدي، سوى ولد فلان، ترى أنت تنمين هذه الغريزة داخلية من غير ما تحسين. أنت بدافع أكيد الحب،
بس غلط الطريقة هذه، غلط العطاء بالطريقة هذه. والله أنا أشكرك على هذه النقطة الأمانة أودي، لأن صدق خصوصا يعني يمكن أمهاتنا حنا جيلنا ما أعتقد أنهم عندهم هذا الشيء، لكن أحس الأمهات الجدد اللي من تالي عندهم ذا الشيء. يعني ينمون في ما خليها في خاطر ولدي غلط، لا خليها في خاطر ولدك ذي المرة عشان ما يتعود أنه في كل مرة يكون ملح ويطلب أشياء يمكن ما تكون فوق قدرتك. زي ما قلنا يعني هي مي دائما له الأم بالأخير. 100% أنا مرة أتفق معك. حلو أن من يومهم صغار يعني يعتمد على نفسه أول شيء، ويعني يحب الأشياء حقتها. حب أشيائك، مو بلازم كل شيء جديد في السوق، كل لعبة، كل حاجة، بس عشان حتى لو يمكن ما يحبها، بس إنه عشان ولد أخته ولا صديقة في المدرسة عنده، لا لازم. هذه هنا تبدأ المقارنات، بيكبر والله ما يعجب العجب، لا بيتعب هو صراحة، هو الطفل بيتعب. هل أنت تبغين ولدك بكرة يصير تعبان يعني نفسيا حتى لو ما وضح ذا الشيء، خاصة إذا كان ولد فيكون عندك كبرياء أنه يوضح ذا الشيء، فأنت من البداية تفادي هذه الأمور، لا تخليني يراقب، لا تراقب، لا تشوف. وبعدين يمكن نقطة بعد أودي، بما أنك فتحتي هذا الموضوع، دائما الأطفال اللي أنا أعرفها أنهم مرايتنا إحنا، صح. حتى بنشوفك أنت مثلا كذا، ولا حتى يسمعك ترى، يعني دائما يقول الطفل وش فهم، لا يفهم، مره يفهموا الاطفال، فلانه حطت انا بزيها، ولا يشوفون الكلام او يسمعونه او تصرفاتك مثلا، صح. كأم، كأب، كخالة، عمة، يبدون يسوون زيك لا شعوريا، فاحنا من جد نظلمهم. ونتمنى ان شاء الله يا رب ان الرساله تكون وصلت للجميع، وفعلا حلو الواحد انه ينشغل في نفسه وفي حياته، صدقوني بتصير حياتكم اسعد. عموما مشاهدينا احنا بكذا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا لليوم، ونشوفكم ان شاء الله بكره في نفس الموعد يا امان الله.